بتعرف الكاريسات انا كنعاون الوالدة ديالي وكنعاون نفسي وكان عندي اكتئاب حاد وذبت لي الفلوس والتليفون وزمعني بالنص وكارس لي البروطيز كارد لي خلينتس ديت المحل وطلع وتلكم وذب لي ذبت علي الساطور ما بقيت قد على هاد الحياة. أنا سميتي عبد الحق الحسن قاطم بمدينة سالا المدينة ساكن بسارع بوطويل وتعرض الكريسات. فأنا عندي محل ديال المواد الغذائية محل بسيط صغير بس نذيب القوت اليومي ديالي. انا كنعاون الوالده ديالي وكنعاون نفسي بس نسى سي هذا سميتها المرض ديالي ولا نفكر في المرض ديالي اللي هو كان عندي اكتئاب حاد من اكتئاب حاد وكنت كنفكر شحال من المره في انتحار ومهما ذلك دازني الحال واللي تنسوية وردات واللي تنضحك وخ مهما أنني مألم راني تنضحك وادي بس ورد علي تن الاكتئاب واللي تن ما تنقدس نبقى بوحدي في المحل ديالي ما بقيتش قد نبقى في المحل ولأني حيت انايا دول الحكايه ذات الخاصه كي بين دابا وان واحد خليني كذم عليا كنت نسد الحانوت سديتها مع الزوزونس دليل كنت زامة فلوس بس نذيب سلعة لغدلي فهمتي مع انه ممكن قدس نذمع في نفس في ساعة داكسي بقيت مع طلت نذمع القوت اليومي فهمتي بس نذيب سلعة لغدلي وتعرض لي خلينتس ديت المحل وطلع وتلكم وذب لي ذبد علي الساطور وثير علي وحط لي فوزين وذبد لي الفلوس والتليفون وزمعني بالنص وكارس لي البروطيز وردني كاين الأسوء هذا أنه لا كاين قلبي تدارني وثلاث أيام ما نعس لي تنخاف نبقى بوحدي ولا كنت ملهي مع التلفاز ولا ضو ضفيتهم كنبدا نتفكر نفس الأحداث وما تنقدس الناس ضروري خاصني نخلي سعادة تتليني بس ننسى ولا تيزي عاوتاني هددني عندي فيديو بأنه ذا عندي هددني وبما أنه ذا عندي باقي عنده تليفون ديالي مبعوث باقي السيري ديال التليفون راه عندي وسميتو ودرت سيكايا البروميال لالا السابق طلعت عند وكيل الملك ولحد الان هو باقي
حور طالق ادو ديال تروين و كنت ارزعت كلي ترزعت كين سوية اللي تمسي وكذاب واحد لاباري اللي نتحرك كده هيك حالي دي ما تحرك من 2017 كنت إلا كانت مسافة سوية زايدة كنت تمسي بكاروسة ودبل اللي تمسي كنت تمسي باباري تندفع وتمقى غادي دابا ملي تقدم في بديك لاباري ورزعت حالة ديالي الأسوأ وكنت ندير ترويض على يدي على يدي وعلى النطق وكنت يلا بديت نتحسن في النطق وفي يدي كنت ندير لهم ترويض دابا حاليا أرزعوا الأكفس من قبل أرزعوا في هذا صعيبة بزاف ولا ضرني الحال ما بقيت قد نتحكم كيف يدير اللي تيضروني لو تترعدوا بزاف والنطق لا أرزع تقيل كتر من الأول وانت الناس سيل حموسي والأمن بأنهم أنهم يدخلوا في أقرب الأوقات وتنسد الملك الله يخلي لنا بس تويسوف من الأمر ديالي أنا هالرقم ديالي في الساسانس هو أنبثي لكن سي واحدي سي محسين يتعاون معايا بس أرد بروتيز ديالي نعود تاني نحيا باسم الدم سوادي ويتعاون معايا على ود الوالدة ديالي حيت تاهي تدار ديالي وانا هو اللي كنت العون ديالها بس كنت نعاونها من ناحية الماديات من ناحية كنت تشوفني وخا هكا كنت تشوفني ضحك وخا انا مألم كنت تشوفني ضحك دابا الضحكة ديالي ما بقيتش تشوفها ولا تشوفني مألم تاير تتألم معايا وانا عييت من هاد الحياة انا ركن الحالة دي كنت مفكر في انتحار ما مرة ما زود والحمد لله وزودت الأمور كاملة وكان ردوني الأسوأ الأمور ما بقيت قد على هذه الحياة وهو رقم ديالي